في هذا الأمر الكبير يسوقه لك النبي البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها توكلا ودعانا إلى التوكل على الله رب العالمين كما تتوكل تلك الأطيار على ربها تبارك وتعالى، وأثبت لها سعيا وأخذا بالأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لم يقل كما يرزق الطير في أكنانها ولا في وكناتها ولا في أعشاشها، ولكن لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، والغدو هو الخروج بكرة وغدوة في الصباح الباكر وعند انبلاج الصبح، وعندما يتنسم الإنسان رائحة الضياء، حينئذ تغدو خماصا ليس في حواصلها شيء، فتسعى بطيرانها وبحثها عن رزقها الذي قدر الله لها، وتروح بيطانا قد امتلأت حواصلها. فأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توكلا هو الغاية في التوكل، وأثبت أخذا بالأسباب هو الغاية في الأخذ بالأسباب. وأما الذين يتوكلون على الله رب العالمين بزعمهم فيطلقون الأخذ بالأسباب طلاق البتة ولا بمحلل، فهؤلاء يطعنون في شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين يقولون إنهم يتكئون معتمدين على الأسباب اتكاء كاملا واعتمادا شاملا ولا ينظرون إلى التوكل على الله رب العالمين، هؤلاء يطعنون في صفات الله رب العالمين. وأهل السنة يتوكلون على الله ويأخذون بالأسباب. أهل السنة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنوا الحضارة وعلموا العالم، وإن كنا قد تخلفنا فما زال عندنا ما ليس عند غيرنا من الأمم كلها. عندنا دين ربنا، عندنا توحيدنا، عندنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحتاج العالم إلى ضرب المثال. فلو أن مجتمعا يلتزم أمر الله ظاهرا وباطنا لانتفى عنه كل شر يكون. لو أن مجتمعا يلتزم أمر الله رب العالمين ظاهرا وباطنا لضرب المثال في هذه الحياة، ولكان دعوة إلى الله تغني عن كل كلام وعن كل حركة ببنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين أسوة حسنة للمؤمنين، والقدوة التعليم بها أجدى وأنفع من مجرد المقال ومن مجرد الكتابة بالبنان. الله رب العالمين علم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسمته، وعلم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحركة حياته، علم الله رب العالمين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبره وحلمه بأخلاقه وصفاته، وأثر ذلك تأثيرا عظيما في كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. إن الله رب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بما أرسل به النبيين قبله، بوجوب توحيده وإخلاص الوجه له وحده، بالعبادة بحيث لا يصرف شيء منها لا باطنا ولا ظاهرا لغير وجهه تبارك وتعالى وحده. وإذا فكل دعوة للإصلاح لا تبنى على هذا الأصل ولا ترتكز عليه ولا تنطلق منه هي دعوة فاشلة، لأنها ليست دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي بدعوة المرسلين قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فكلهم جاءوا أقوامهم يقولون لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ف
حركة الحياة كلها داخلة في العبادة لله رب العالمين، فإذا صرفت حركة الحياة ظاهرة وباطنة لله رب العالمين فيما يحبه ويرضاه، فهذه هي العبادة التي جاء من أجلها الرسل والتي من أجلها جاء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها، يدعو الناس إلى عبادة الله رب العالمين وحده وإخلاص الوجه له بالعبادة لله رب العالمين بكل ألوان العبادات الظاهرة والباطنة. فكل دعوة للعودة إلى دين الله رب العالمين لا تنطلق من هذا المنطلق، هي دعوة فاشلة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة كيف تعبد ربها تبارك وتعالى بتوحيدها لوجهه وبإخلاص العمل لله تبارك وتعالى وحده. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بحقيقة العبودية لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.